مسيرات ووقفات في عدة محافظات في المملكة للمطالبة بالإصلاح والإفراج عن معتقلي الحراك. رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابده يؤكد أن الديمقراطية ليست أيديولوجية أو عقيدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي. نشرة إخبارية مفصلة من رؤيا، حياكم الله. يجري جلالة الملك عبد الله الثاني غدا مباحثات مع رئيس جمهورية مونتينيغرو فيليب فويا نوفيتش تتناول العلاقات الثنائية وآلية تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث الإمكانيات المتوفرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستثمارات والتبادل التجاري، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، وخاصة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية والأزمة السورية. كما سيلتقي الرئيس فويا نوفيتش الذي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى الأردن تستمر عدة أيام مع عدد من كبار المسؤولين في الدولة. انطلقت عدة مسيرات ووقفات احتجاجية في بعض محافظات المملكة للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإفراج عن معتقلي الحراك ورفض السياسات الحكومية القائمة على رفع الأسعار. وحذر المشاركون في الفعاليات الحكومة من المساس برغيف الخبز، معتبرين أنه يشكل خطا أحمر، ومحذرين من أن رفعه سيولد موجة عاتية من الاحتجاجات والغضب على حد وصفهم. المزيد من التفاصيل في تقرير رنيم عبدين. هتافات مؤيدة للنظام السوري اليوم أفسدت مسيرة نفذها العشرات من الحركات الشبابية تحت شعار خبز حرية عدالة اجتماعية عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط البلد. وعلى خلفية ذلك تم فض المسيرة من قبل بعض المشاركين تجنباً لتطور الخلافات بين المؤيدين والمعارضين لنظام الأسد. المسيرة التي شاركت بها أحزاب وحركات شبابية رفعت عدة شعارات طالبت في مجملها بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن رفع الأسعار التي تمس جيوب المواطنين. مطالبنا هي لن تتغير، مطالبنا منذ 30 شهر، ونحن نطالب بإصلاحات حقيقية وتعديلات حقيقية بالدستور حتى يحق للشعب الأردني أن يحكم نفسه بنفسه، حتى نستطيع أن نحاسب رئيس حكومة منتخب. ما نرفضه وما نستهجنه هو الذهاب باتجاه القبضة الأمنية واعتقال ما يزيد عن 14 ناشط من نشطاء الحراك الشعبي الذين لم يهتفوا بأي هتاف تسيء للدولة أو رموز الدولة السياسية. كل ما كانت يطلب وما زالت مطالب الحراك هي مطالب سياسية اقتصادية اجتماعية لها علاقة بقوة المواطن اليومي. مسيرة خبز حرية عدالة اجتماعية لم تقتصر على وسط البلد في عمان، بل خرج أيضا العشرات في محافظة الكرك منتقدين سياسة إفقار المواطن والتشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان. زادت حدة الحراك عندنا في هذا اللواء، وخاصة بعد ظهور ما يسمى بمجلس الأعيان يوم أمس، ونحن كحراكيين نطالب، وهذا جزء من مطالبنا الحقيقية، ليس بتعيين مجلس الأعيان كما ظهر بصورة يوم أمس، بل نطالب بسن قانون انتخاب عصري وحديث لمجلس النواب ومجلس الأعيان. فهذا المجلس والذي ظهر في يوم أمس صراحة سينهك المواطن الأردني وينهك الحكومة الأردنية والوطن بشكل عام. المطالب التي يطالب بها الحراكيون سواء في فقوع أو غير فقوع يطالب بها الشعب الأردني بأكمله، وهي مطالب شرعية وحق للشعب الأردني
على رأسها محاربة الفساد الذي يعني استشرى في هذا البلد، ولم نرى اجتثاث جذوره، لا تزال جذوره ضاربة في أرض هذا الوطن. خبز حرية عدالة اجتماعية مستمرون، شعار ليس بالجديد، لكن الحركيون يصرون على رفعه لحين تحقيق أهدافه. غلب رؤساء الحكومة والوزراء السابقون على تشكيلة مجلس الأعيان الجديدة التي صدرت أمس، مما عزز القدرة العددية لهذا المجلس في مواجهة النواب بالجلسات المشتركة. وضمت التشكيلة الجديدة 4 رؤساء حكومات سابقين مع وجود 43 وزيرا سابقا. شغل عدد منهم مناصب وزارية في حكومات السنوات الثلاث الأخيرة. وأظهر تشكيل المجلس الجديد بقاء 12 عينا في مواقعهم. وشكل رؤساء الحكومات والوزراء السابقون ما نسبته 62.6% من عدد أعضاء المجلس الجديد، وذلك خلافا للمجلس السابق الذي شكلت هذه الفئة منه نحو 36% فقط. المزيد عن تشكيلة مجلس الأعيان الجديد في التقرير التالي. 43 وزيرا سابقا، و4 رؤساء حكومات سابقة، و9 نساء، و13 عشائريين، بالإضافة إلى عدد من القانونيين والأكاديميين. كانت هذه هي أبرز ملامح تشكيل مجلس الأعيان الذي صدرت الإرادة الملكية السامية أمس بتشكيله. ورغم أن التشكيل الجديد للمجلس ضم 75 عضواً بزيادة 15 عضواً عن تشكيلة المجلس السابق، إلا أنه خلا تماماً من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والتي كانت ممثلة بعضو واحد هو عبد المجيد الذنيبات في المجلس السابق، لكنه استقال على خلفية مقاطعة الجماعة والحزب لانتخابات مجلس النواب قبل أشهر. وكانت المقاعد العشائرية الثلاث من نصيب عشيرة بني حسن، وهي أكبر العشائر الأردنية. وإذ أبقت التشكيلة الجديدة على 13 من أعضاء التشكيل السابق، فإنها ضمت إلى جانب رجال الدولة السابقون والعشائريون 3 أشخاص من التيار اليساري، بالإضافة إلى ممثل واحد من حزب الوسط الإسلامي الذي لم يقاطع انتخابات مجلس النواب. كما ضم التشكيل الجديد للمجلس 9 سيدات بزيادة سيدتان عن التشكيل السابق. رؤساء الحكومات السابقون الذين ضمتهم التشكيلة الجديدة هم عبد الرؤوف الروابدة وفيصل الفايز ومعروف البخيت وسمير الرفاعي، فيما كان عبد الشخان بالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وزير العدل السابق من أبرز الوزراء السابقين الذين ضمهم التشكيل. وكان خروج طاهر المصري رئيس السابق للمجلس من التشكيل مفاجأة للجميع، هو ما فسره البعض بأن هناك منصب آخر ينتظره غير رئاسة مجلس الأعيان. يشار إلى أن التشكيل السابق لمجلس الأعيان ضم 60 عضواً، استقال منهم 8 لأسباب مختلفة، كما كانت تشكيلته تضم 22 وزيراً سابقاً فقط، بينهم 3 رؤساء وزراء. ووفقاً للدستور الأردني، فإن مجلس الأعيان له بعض الصلاحيات التشريعية والرقابية، ويتألف المجلس بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب الذي يبلغ 150 نائباً، ويتم تعيين الأعضاء من قبل جلالة الملك مباشرة، ويعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك أيضاً، ومدة رئاسة المجلس 2 سنة، ويجوز إعادة تعيين رئيس المجلس. أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات، ويجوز لجلالة الملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم. أكد رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة أن الديمقراطية ليست أيديولوجية أو عقيدة، بقدر ما هي أسلوب في الحكم يعتبر الأمثل في مواجهة التسلط والديكتاتورية، وهي حصيلة فكر إنساني على مر العصور، وتبنى بالتراكم وتعززها الممارسة وفق الظروف وعناصر القوة التي تناسب كل دولة في اختيار نموذجها الديمقراطي. جاء ذلك خلال ندوة تناولت عملية الإصلاح في الأردن بتنظيم من حزب جبهة العمل الإسلامي في محافظة
محافظة إربد وشارك فيها القيادي سالم الفلاحات. وأكد الروابد أن الإصلاح السياسي في الأردن لابد له من أذرع، من بينها الإصلاح الإداري القادر على ترجمة الإرادة السياسية للإصلاح على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية عانت خلال العقود الثلاثة الماضية من حالة تذبذب وتراجع في الإدارة في شقيها الرسمي والأهلي. من جانبه قال المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات إن هناك اعترافا رسميا بالتوجه للإصلاح ولكنه لفظي، وأن هناك ممارسات إيجابية للحكم في الجوانب المعيشية لكنها ليست ممارسات ديمقراطية بل هبات ومكارم يمكن الرجوع عنها بأي لحظة كما حصل عام 93، فهي ممارسات موسمية. ووصف الفلاحات خلال الندوة ما يحصل في العالم العربي اليوم بأنه توهان بسبب عدم تطبيق الديمقراطية، قائلا ليس من المقبول التحدث عن الأردن كدولة جديدة ناشئة، ولسنا في صدد إعادة اختراع العجلة ولا بناء نظام ديمقراطي مبتكر لأول مرة من العدم حتى تتكرر مقولة انتظروا فالديمقراطية تنمو. النظام السياسي بتقدر تعرف اللي هو الدستور، ولما كنت أتكلم عن شخص كنت أتكلم عن شرعية النظام السياسي، أن هذه دولة موجودة قائمة لها شعب ولها هوية، ومن يحاول أن يهدم هذه الدولة لا نقبله حتى للحوار، ما كنتش أنا وياه فهود. هاي أولا. اثنين، أنت تقرأ سبعة مواد ولا تقرأ واحدة، في سبع مواد في الدستور، أنا شايف جنبي لأنه متوقع تيجي أسئلة مثل هيك، 30 31 32 34 35 36 37 38 39 اللي حكى عنهم أقولها، بس ما رضي يقراني آخر واحد اللي بتقول يمارس الملك صلاحياتي بموجب إرادة ملكية يوقعها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، بمعنى أنه ليس له صلاحية واحدة يمارسها وحده. دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساندة الأردن للوفاء بالتزاماته المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وإيجاد حل يضمن عودتهم إلى بلادهم بما يحفظ سلامتهم وحقوقهم الإنسانية. وأكد المومني خلال ترأسه وفد الأردن لمناقشة التقرير الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد على التحديات التي يواجهها الأردن جراء استضافة اللاجئين وما يشكله ذلك من ضغوطات على موارد الدولة المحدودة وعلى مختلف القطاع الخدماتية والبنى التحتية كالصحة والتعليم وخدمات المياه والإسكان وفرص العمل وأجور السكن ومعدلات التضخم للمواطنين الأردنيين. وبيّن المومني أن الوفد الأردني المشارك رد على العديد من المداخلات والاستفسارات التي تتعلق بحقوق المرأة والطفل والعمال الأجانب وحرية الإعلام، لافتا إلى أنه تم إلقاء 78 بيانا وطرح 165 توصية حول الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث سينظر الأردن بهذه التوصيات التي يجري العمل على تبويبها ومناقشتها من قبل الوفد الأردني المشارك. أنهت الهيئة المستقلة للانتخابات استعداداتها للإشراف على انتخابات الدائرتين المحليتين، الأولى في محافظة العاصمة والرابعة بمحافظة الكرك، والمقرر إجراؤها في 9 من شهر تشرين الثاني المقبل. وقال أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور علي الدرابك إنه تم تجهيز الكميات اللازمة من حبر الاقتراع بالمواصفات العالمية، ليضاف إلى حزمة الإجراءات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية، فضلا عن طباعة 150,000 ورقة اقتراع خاصة بالدائرتين الانتخابيتين. وأضاف الدراب كأن رئيس كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز سيدعو الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم والإعلاميين المعتمدين المصرح لهم بالدخول إلى غرفة الاقتراع إلى الاطلاع على خلو صندوق الاقتراع وإقفاله. قال مصدر أمني لرؤيا إن الأجهزة الأمنية تقوم بالبحث عن مواطن من محافظة الكرك بعد ورود أنباء لها
عن إقدامه على إلقاء ابنته البالغة من العمر 5 سنوات من الطابق الثالث، ما أدى إلى وفاتها على الفور. وقال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور زياد النوايسة في تصريح لمكتب رؤيا بالمحافظة إن الطفلة وصلت متوفية إثر إصابتها بنزيف حاد بالدماغ نجم عن سقوطها على كومة حديد. وعلم مراسل رؤيا بالمحافظة أن سبب إلقاء المذكور لابنته يعود لخلافات عائلية. نفذت وزارة الزراعة اليوم حملات رش لكافة زرائب الأغنام في مناطق المكيفتة في البادية الشمالية التي سجلت فيها إصابات بمرض الركتيسيا الأسبوع الماضي وأدت إلى وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة نمر حدادين في اتصال هاتفي مع رؤيا إنه تم رش 60 لترا من المبيدات خلال الفترة الماضية، وسيتم في المرحلة الثانية رش 40 لترا أخرى لضمان تغطية جميع المناطق المجاورة التي تتواجد فيها ثروة حيوانية. ودعا حدادين أهالي المنطقة إلى تبليغ وزارة الزراعة والجهات المختصة في حال ملاحظتهم لأي أعمال تهريب للأغنام السورية إلى المملكة، موضحا أن وقف تهريب المواشي والأغنام من شأنه أن يسهم في الحد من انتشار هذا المرض. بدأ ناشرو المواقع الإلكترونية بتقديم طلبات ترخيص مواقعهم إلى دائرة المطبوعات والنشر، وذلك بعد رفض محكمة العدل العليا الطعن المقدم منهم في قانون المطبوعات والنشر. وقال ناشرو مواقع جو 24 وكل الأردن وعمان نت وعين نيوز في بيان صحفي اليوم إن قرار محكمة العدل العليا دفعهم إلى التوجه نحو طلب ترخيص مواقعهم وفق القانون. وأوضحت المواقع في بيانها أنها قررت تبني استراتيجية جديدة لمواجهة القانون تتضمن الاستجابة لقرار المحكمة والتوجه للترخيص والبدء بمرحلة جديدة في مناهضة القيود المفروضة على الإعلام. وأكد أصحاب المواقع مضيهم في تنظيم عمل الصحافة الإلكترونية الذي وصفوه بالقطاع المهم في مجال الإعلام. أثار تغيير التوقيت الصيفي على الهواتف الذكية ليلة أمس إرباكا لدى المواطنين، حيث عدلت هذه الهواتف توقيتها إلى الشتوي وذلك بتأخيرها 60 دقيقة تلقائيا، وذلك على اعتبار هذا التاريخ من كل سنة هو موعد تطبيق التوقيت الشتوي والذي قرر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور إلغاءه مؤخرا. واشتكى بعض المواطنين من الإرباك الذي أحدثه تغيير التوقيت في ساعة متأخرة ليلة أمس. فجأت امبارح انه تغير التوقيت عندي، فتأخرت على المحاضرة وتأخر المنبه معي، فلما رحت على المحاضرة لقيته الدكتور معت المحاضرة ومخلص. امبارح يعني الاشي اللي صار معنا انه التوقيت اختلف فجأة، يعني ما عملنا موبايلاتنا على التوقيت الجديد، فصار معنا ارباك يعني في الصبح مثلا صار معنا التوقيت تأخر، التأخير هذا اللي صار ساعة. يعني بدل ما مثلا لما نحط المنبه الساعة 7 نصحى الساعة 7، صحيت تفاجأت اللي هي الساعة 8. طبعا التوقيت لما تغير صارت حالة إرباك، فطبعا الواحد ما زبط الموبايل بتاعه على الساعة اللي بده يصحى عليها، فطبعا لما صح من النوم صارت حالة إرباك وبتاع وفزع وطلعت أجرى الشغل. صحيت لقيت التليفون مرجع الساعة ساعة، فتأخرت على الدوام وهو يعني لحاله مغير. أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تحديد أوقات معينة للقيام بأعمال الحفر والبناء في العاصمة. وحسب إعلان نشرته الأمانة على موقعها الإلكتروني، فإن أوقات الحفر والبناء في مناطق العاصمة عمان بفصل الشتاء ستكون من الساعة 7:30 صباحا ولغاية الساعة 5:30 مساء، فيما ستكون في فصل الصيف من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. وأشارت الأمانة إلى أن أيام الجمعة والعطل الرسمية يمنع فيها الحفر والبناء، مطالبة بالإبلاغ عن أي تجاوزات في هذا الصدد حتى يتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
نظمت جماعة الإخوان المسلمين اليوم مهرجانا بعنوان صرخة الأقصى، وذلك تنديدا بالاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة ومحاولات تهويدها. ويقول القائمون على المهرجان إنه يمثل صرخة أردنية مدوية في مسامع الصمت العربي الرسمي على ما يجري في الأقصى بصورة غير مسبوقة منذ احتلاله عام 67 من القرن الماضي. ودعا المشاركون في المهرجان الأمتين العربية والإسلامية إلى نصرة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والتضامن مع صمودهم الأبي في وجه المحتل، وحذروا من مغبة مواصلة الاعتداء على المسجد الأقصى. ها هو المسجد الأقصى في أيامكم على شفا تقسيمه بل وهدمه وإقامة الهيكل على أنقاضه، فما هي حجتكم أيها الحكام؟ ما دفاعكم عن أنفسكم؟ محكمة الشعوب قائمة وأنتم اليوم أمامها، ستحاسبكم شعوبكم على تفريطكم بهذا الإرث العظيم، الإرث النبوي، الإرث الإسلامي، الإرث الإنساني، ستحاسبكم على ما فرطتم. وفي الضفة الغربية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين لأداء صلاة الجمعة، وفتحت الأبواب أمام المستوطنين للاحتفال بما يسمى بعيد سارة اليهودي. وقال الناشط في تجمع شباب ضد الاستيطان بديع دويك لمراسلتنا إن قوات الاحتلال قررت إغلاق الحرم وعملت على نشر قوتها في محيطه تمهيدا لذلك الاحتفال. وأشار دويك إلى أن احتفال المستوطنين في الحرم تتخلله مداهمة أروقة الحرم واعتداء المستوطنين على السكان القريبين منه ومن محيط البلدة القديمة. تجتمع اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بتحديد قوائم أسماء الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل أوسلو المقرر الإفراج عنهم، وستتضمن هذه القائمة وهي الثانية أسماء 31 أسيرا فلسطينيا، ويستعد بالمقابل ذوو الأسرى والرئاسة الفلسطينية ومؤسسات مدنية وحكومية تستعد لاستقبال الأسرى المحررين استقبالا رسميا وشعبيا كبيرا، إضافة إلى اتخاذ عدة ترتيبات لاستقبال جثامين قرابة 40 أسيرا سيتم الإفراج عنها أيضا. من جانبه أوضح وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين زياد أبو العنين لمراسلتنا في رام الله إن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى جاء متأخرا 20 عاما، خاصة وأنه كان من المفترض إطلاق سراحهم بعد اتفاقية أوسلو، إلا أن قوات الاحتلال ما طالت في إطلاق سراحهم حتى اللحظة، كون السلطة الفلسطينية تمسكت بإطلاق سراحهم خلال المفاوضات الجارية حاليا مع إسرائيل. هؤلاء الأسرى كان وجب أن يتم تحريرهم قبل عقدين من الزمن، تأخر الجانب الإسرائيلي كثيرا جدا وهو يماطل في عملية اعتقالهم، كان يجب أن يخرجوا مع اتفاق أوسلو، مضى عليهم عقدين من الزمن بعد اتفاق أوسلو، 20 عاما أكثر من الاعتقال ظلما وعدوانا إسرائيليا، وهنالك تعهد أمريكي قدم للسلطة الوطنية الفلسطينية مقابل شيء واحد، عدم ذهابنا إلى المؤسسات الدولية خلال مدة 6 شهور التي سيتم بها إطلاق صراحة كل هؤلاء الأسرى 104 أسرى. أما المفاوضات فهي مستمرة، ووضع وقضية الأسرى هي جزء لا يتجزأ من الأجندة اليومية للمفاوض الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي. منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية مقدسية من العيش في مغارة، وذلك بعد أن اضطرت للعيش فيها عقب هدم بلدية الاحتلال في القدس لبيتها في آب الماضي. وأوقفت بلدية الاحتلال في القدس الإسرائيلية عائلة الزير المقدسية من استكمال التعديلات في المغارة من الداخل والخارج بغية تأهيلها للعيش، كما قامت بأحالة العائلة إلى المحكمة. وأفاد رب الأسرة خالد الزير أن السلطات الإسرائيلية هدمت منزله في حين أن ملكية الأرض التي كان مقام عليها المنزل تعود لعائلته من العهد العثماني. وقال الزير إنه جاء برفقة عائلته للمكوث في المغارة بعد أن أصبحوا بلا مأوى، وأنه شرع ببعض التعديلات في المغارة وفتح نافذة فيها قبل قدوم فصل الشتاء، موضحا أن السلطات الإسرائيلية منعته من الإقامة فيها بدعوى أنه عمل مخالف للقانون، وأنهم قاموا بإحالته للمحكمة مؤكدا أن المحكمة أمرته بإخلاء المغارة. ولفت الزير إلى أن قرار المحكمة يجعل منه وعائلته المكونة من 5 أفراد بلا مأوى، مؤكدا أنه لن يخلي المغارة حتى لو قاموا بهدمها 10 مرات.
أول شيء أنا سقف يؤويني ما فيش، هذا أول شيء. ثاني شيء هذه رسالة لأطفالي أول إشي، لأنه عمالهم بيحضروا في التلفزيون هدم وبيحضروا قتل من الإسرائيليين، فصار إشي روتيني عندهم عادي ما يحرك مشاعرهم، فحبيت إني أعيشهم هون يعيشوا المعاناة، ينشأوا على هذه المعاناة، يعرفوا شو يعني صهاينة، شو يعني عدو لهم في المستقبل، يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذه الناس. ثاني شغلة رسالة لأولاد بلدي في هذا المكان، إنه لو هدولكوا ما تيأسوش، لو في مغارة أسكنوا، لو في خيمة في الشارع، لو بتجيبوا كرتون من الشارع وتبنوا بيت وتبقوا تضلوا باقين في أرضكم، ما تتنازلوش ولا تتهاونوا. أعلنت النرويج اليوم رفضها الطلب الروسي الأمريكي حول تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية على أراضيها، معتبرة أن الجدول الزمني المقترح ضيق جدا. وأوضح وزير الخارجية في تصريحات صحفية أن بلاده لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتفكيك ترسانة النظام السوري من الأسلحة الكيماوية في الموعد المحدد لذلك. وكانت الحكومة النرويجية أعلنت في وقت سابق أنها تدرس الطلب الروسي الأمريكي المتعلق بنقل الجزء الأكبر من الأسلحة الكيماوية السورية والمقدرة بحوالي 350 طنا من غاز السارين و50 طنا من غاز الخردل السام إلى أراضيها وتدميرها هناك. نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر في الائتلاف الوطني السوري المعارض قولها إن زيارة رئيس الائتلاف أحمد الجربة للأردن مؤخرا ساهمت في فتح ممرات المساعدة الإنسانية من الأردن باتجاه سوريا وبالعكس بشكل أفضل. وأكدت المصادر أن زيارة الجربة للأردن أثمرت في زيادة التعاون الإنساني بين الائتلاف والحكومة الأردنية، وذلك من خلال فتح ممرات التعاون الإنساني لدخول الأدوية والغذاء للشعب السوري المحاصر، وكذلك تسهيل دخول الجرحى للأردن لتلقي العلاج. تراجعت اليوم حدة الاشتباكات بين مسلحين مؤيدين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وآخرين معارضين له في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وذلك بعد أن ارتفع عدد ضحاياها إلى 5 قتلى وأكثر من 50 جريحا خلال 4 أيام الماضية. وقال مصدر أمني لبناني إن مسلحين من منطقة جبل محسن وآخرين من منطقة باب التبانة تبادلوا إطلاق النار في اشتباكات عنيفة دارت ليلا وتواصلت حتى الساعة 5 فجرا. استخدم الطرفان خلالها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ومدافع الهاون. وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات التي دارت أمس كانت الأعنف لجهة كثافة النيران وأنواع الأسلحة المستخدمة، والتي شملت مدافع هاون ورشاشات ثقيلة، ما أدى إلى مقتل شخص من باب التبانة وإصابة 10 آخرين. الآن ننتقل بكم إلى جولة منوعة على آخر أخبار العالم. انتشر تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه شابة سعودية وهي تقود سيارتها في العاصمة الرياض، وهو ما يضعها في صفوف المغامرين في الظرف الراهن باعتبار أن المملكة السعودية تمنع قيادة المرأة للسيارة بشكل تام. الشرطة الذي كان وفي ذات السياق دعا ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم مسيرات في 26 من الشهر الحالي تدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، إلا أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا تحذر فيه من تنظيم مثل هذه المسيرات. يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل على وقع فضيحة التجسس الأمريكي واسع النطاق في أوروبا. وقد استدعت برلين السفير الأمريكي بعد صدور معلومات تشير إلى تجسس واشنطن على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في العاصمة التونسية اليوم، وذلك مع تصاعد الأزمة السياسية إثر إعلان المعارضة تعليق مشاركتها في جلسات الحوار لحين تقديم الحكومة استقالتها. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة مسلح وإلقاء القبض على آخرين. نشرت وكالة ناسا شريط فيديو يوضح لحظة حصول التوهجات الشمسية التي سببت العاصفة المغناطيسية التي حصلت في الشمس خلال اليومين الماضيين، وما نتج عنها من انطلاق البلازما، مما قد يؤدي إلى حدوث عاصفة مغناطيسية خفيفة تصيب الأرض اليوم وغداً. أترككم مع آخر ما تداوله الناس من إشاعات. سمعنا أنه آخر إشاعة أنه نسور راتبه 4200 دينار،
طب لشو يرفع الأسعار؟ وكل موظف عندنا في البلد ما بحصل راتب اللي راتب السور اللي باخده. أقل البلتاجي بده يوزع أفر هول لكل موظف في الأمانة. آخر إشاعة سمعناها رفع الخبز. آخر إشاعة أنه السوريين بده يرجعوا لبلاده. في حفلة مكثفة عن المصريين في شهر 11، واللي ما هي معاه تصريح أو تصريحه منتهي هيتصفر. آخر إشاعة أن سور بده يستقيل ويسلموا رئاسة الوزراء لواحد بدوج. آخر إشاعة اللي بينزل دعم جديد للمواطنين. نبدأ جولة مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم من الفيديو الذي نشره قسم الأخبار في رؤيا أمس، وفيه موقف محرج لوزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطمين الذي ألقى فيه كلمة افتتاحية في مؤتمر عن المساواة، متحدثا عن أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الفيديو الذي صورته الزميلة رنيم عبدين وحصد لغاية لحظة إعداد هذا التقرير أكثر من 75 ألف مشاهدة، وجد تفاعل كبير بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن آرائهم الخاصة تجاه موقف الوزير وكيف قبلته سمو الأميرة بسمة بروح الدعابة والضحك. أسماء جدلة علقت على الفيديو مخاطبة الزميلة عبير أبو طوق بالقول: ما هي كلها حكومة خفيف الدم، ما شاء الله عنهم. رمزي عماش امتدح بتغريدة له على تويتر شجاعة الوزير في انقاذ الموقف لقوله: كل الاحترام للوزير لسرعة بديهته العالية في إنقاذ الموقف. وهذا ما اتفق معه أحمد الخطيب الذي قال: كل الاحترام للوزير لذكائه وسرعة بديهته، أعجبني. سنبقى في الشأن المحلي، ولكن ننتقل إلى تشكيلة أعضاء مجلس الأعيان الجديدة التي تم إعلانها بالأمس. تغريدة الديوان حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة رئيسا لمجلس الأعيان الذي يضم في عضويته 75 عينا منهم 9 سيدات. القائمون على حساب الديوان الملكي الهاشمي على تويتر غردوا في تمام الساعة 7:10 أمس بالقول: بعد قليل تابعوا معنا صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين أعضاء مجلس الأعيان الجديد قبل الساعة 8:00، ولكنهم تأخروا دقيقتين عن الموعد المحدد من قبلهم في الإعلان عن تشكيلة مجلس الأعيان الجديد، الأمر الذي كانت معه بعض المواقع الإخبارية قد نشرت اسم الرئيس وأعضاء المجلس قبل أن يعلنها حساب الديوان على تويتر. محمد صمادي تساءل في حسابه الخاص على الفيسبوك مستثمرا الإشاعات التي تتحدث عن قرب تكليف شخص آخر برئاسة الحكومة خلفا للدكتور عبدالله نسور، إذ قال: هل يعني تعيين الروابد برئاسة مجلس الأعيان تكليف دولة طاهر المصري بتشكيل الحكومة الجديدة؟ المهندس مراد استبق التعيين الذي حصل اليوم، حيث توقع بتغريدة له قبل يومين أن الروابد هو من سيترأس مجلس الأعيان قائلا عبر تويتر: آخر التكهنات تقول أن طاهر المصري سيشكل حكومة جديدة، وأن عبد الرؤوف الروابد في رئاسة مجلس الأعيان، وأن فيصل الفايز في رئاسة الديوان الملكي. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مسيرة ووقفات في عدة محافظات المملكة للمطالبة بالإصلاح والإفراج عن معتقلي الحراك. رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابد يؤكد أن الديمقراطية ليست أيديولوجية أو عقيدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من الصلاة في الحرم الإبراهيمي.